أوراق مهمة. الفريقين يضمون مجموعة من أفضل اللاعبين السعوديين وغير السعوديين في دوري الأمير محمد بن سلمان. تتجه أنظار الجماهير السعودية الخميس القادم إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمتابعة الكلاسيكو المنتظر بين النصر وضيفه الأهلي في قمة الجولة 20 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل النصر بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا وهو في ثاني الترتيب وتفصله 3 نقاط عن المتصدر. في سياق ذاته يحتل الأهلي بقيادة المدرب الوطني مازن باكلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة. سيحشد كلا المدربين عناصره الفنية الفعالة لحصد نقاط اللقاء، فلا مكان في كلاسيكو الخميس لأي نتيجة غير الفوز. ويعول النصر بكل تأكيد على خدمات هدافه التاريخي عبد الرزاق حمد الله من أجل عبور الأهلي ومواصلة مزاحمة الهلال على صدارة جدول ترتيب البطولة. الهداف المغربي ساهم في 53% من أهداف النصر 32 في النسخة الحالية بتسجيل 16 هدفا وصناعة هدف وحيد. ضيا تأتي في مكان رأسية يا رب، تشرق معه شمس النصر. في الجانب الآخر يظل النجم السوري عمر السومة أهم اللاعبين في صفوف الأهلي، ورغم الإصابة التي غيبته عدة مباريات في الموسم الحالي إلا أن السومة سجل 11 هدفا من أهداف فريقه 33 كأكثر اللاعبين تسجيلا في الأهلي. لسعيد داخل منطقة الجزاء تموي وكرة، هدف العادة لجانب السعادة، عمر يا عيني عمر الله. في النصر أيضا يبرز اسم المغربي نور الدين مرابط كأحد أهم الأوراق المرجحة لكفة فريقه، ونجح مرابط المساهمة في 9 أهداف من أهداف النصر حيث سجل هدفين وصنع 7. عرفناك صانعا في كل مرة، لكن هذه المرة أنت من تتحرك وأنت من تحرك الشباك. ويأمل أنصار الأهلي بمشاهدة نجمهم دجانيني تفاريس في قمة عافيته الخميس القادم. فالمهاجم القادم من الرأس الأخضر كان عنصرا فعالا ومؤثرا في التشكيلة الخضراء بتسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين ليساهم في 10 أهداف من أهداف الأهلي. شنقيطي تأخر تأخر والأهلي لا يتأخر الآن، لا يتأخر الآن جانيني يا رب. وبشكل عام يمتلك مدربي الفريقين أسماء أجنبية ومحلية مؤثرة وقادرة على صناعة الفارق الفني. ففي النصر يعتبر الثلاثي البرازيلي جوليانو صانع الألعاب وبيتوس لاعب المحور إضافة إلى مدافع مايكون أسماء مؤثرة في تشكيلة السيد فيتوريا، بجانب أسماء محلية مميزة ومن خلفهم الحارس الأسترالي برادلي جونز. الحال في الأهلي لا يختلف كثيرا عن النصر، لكن الأوضاع العامة في النادي عكست على الأداء الفني داخل الملعب.